الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو لا عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام
سبحان الله، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، الملك القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر. المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. صدق الله.